افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء منتدى شبكة مرافق الطاقة الشمسية الذي نظمته شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض بحضور عدد من السفراء وكبار المسؤولين والمدعوين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وبمشاركة أكثر من 120 مختصا في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. لا تدع لك المجال أن تتوقف عن اكتشاف هويتها كطاقة بيئية نظيفة تتعدد استخداماتها، بل وتعطيك مساحة شاسعة في استغلال أشعتها لصلاح بدنك وتطور محيطك. الشمس وتلك الطاقة التي تنبعث منها باتت محط اهتمام العديد من الدول التي أرخت إمكاناتها ووظفت كل ما لديها في سبيل الأخذ بأسباب نجاح بحثها العلمي الهادي إلى طرق التزود بأهم مصادر الطاقة المتجددة لتسييرها نحو خدمة البشرية جمعاء. هو الطاقة الشمسية متوفرة في البحرين طيلة العام، وهي طاقة نظيفة لا تؤثر على البيئة، لا تلوث البيئة، وثانية هي طاقة مستدامة يعني تدوم للأبد ما لها نهاية. يعني مثلا الطاقة الأحفورية اللي هي النفط والغاز مهما يعني كان المخزون يوم من الأيام بينضب، ولكن الطاقة الشمسية مستدامة على طول. ثالث شيء أن كلفة الإنتاج الوحدة من الطاقة الشمسية أصبحت انخفضت لدرجة أن هي تنافس كلفة الإنتاج الحالية من النفط الأحفوري اللي هو الغاز. رابع شيء تخلق فرص عمل جديدة. تنظيم منتدى شبكة مرافق الطاقة الشمسية صن يأتي من باب الحاجة الهامة لطرح الأفكار المتمحورة حول أهم المستجدات التي طرأت على آلية توليد الطاقة الشمسية، فالمنتدى جاء كمنصة جديرة وقفت على تلك التحديات والفرص في قطاع الطاقة والتخزين الكهروضوئي، ناهيك عن وصف السياسات الحكومية الخاصة بتوليد الطاقة الشمسية ودورها في إمداد الأيدي العاملة بالمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع المتوقد الذي يجلب معه العديد من المحاسن الاقتصادية. إن أول أبجديات أنك تحافظ على ما تملكه هو النظرة الاقتصادية. إذا قدرنا أن نعلم وندرب الجيل بحيث يعيش بعقلية اقتصادية، هي أول مرحلة للنجاح. تطبيق الذي خطط عملياً أبدعت فيه البحرين عبر تفعيلها لجملة من البرامج العلمية الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 5% من احتياجات المملكة من الطاقة بحلول عام 2025. سيركز هذا المنتدى على تكنولوجية الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، والذي سيساهم بإذن الله إلى خلق 5% من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة لمملكة البحرين بحلول عام 2025، وأيضا سيعرض الفرص المتاحة من ناحية الموردين والمستخدمين في هذا المجال على المدى البعيد. هذا المنتدى يترافق قيامه مع الوقت الذي يحظى فيه قطاع الطاقة الشمسية باهتمام عالمي متزايد. في تركيبة الكون ثبت مكانه كنجم يسلط أشعته على محيط مجرتنا، مجرة لا يمكن أن تضمن بقاءها إلا بموازين الشمس الدقيقة، موازين يستعظم الخائض في تكوينها حجم الفوائد التي تلمأتها الأرض وسارع في استخراجها الإنسان بشتى الطرق والوسائل التي أحسنت التعامل مع مصدر للطاقة لا ينضب. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.